تزعل فرحة وياك انت تكمل منا لا تزعل فرحة وياك انت تكمل من بين التواقيع توقيعك الأجمل من بين التواقيع توقيعك الأجمل. مساء الخير مساء المحبة ورمضان كريم على عيونكم أعزائي مشاهدي قناة الطبيعة الفضائية، وإن شاء الله يا رب يكون الفطور منظم شوية شوربة وشوية احنا وينكم منظم بس يجي الفطور يلا لا نسمع كلام دكتور لا هذا المهم هذا الكرم العراقي ومعروف عنا احنا الكرم. ضيف اليوم ببرنامج توقيع ضيف مميز جدا، أولا كونه من الرواد يعني عندنا كانت مشكلة كبيرة حقيقة، هو يعني أستاذ عباس الشواك وطبعا استاذي اكيد يعني أنا اصغر عباس جواك استاذي واستاذ المخرج مالنا زين يعني شلون راح نبدي وياه شلون راح نوقعه، عانينا هواي عانينا هواي يلا وقعنا الكبير الرائع المتالق الكبير مناف طالب. شوف هذه اليوم كلش خايف ليش؟ لان مناف طالب مناف طالب اي صحيح ومناف طالب استاذي هو علمني الاخراج زين العدان اذا هو استاذك انت انا ايش اقول؟ بس انا اقول لك انا اقول لك انا ومناف دائما نتداهر فملك تعبر وحده من عندهم والله لا تعبر وعيونك وقعت اجي اجي واه 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 حلي 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 خلت هيئ له وصل 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 على اساس ما له علاقه بيه جعفر استقبل استقبال زين مالك علاقه يمي والله جو فهمي جو فهمي السلام هلا استاذ شلون صحتك؟ شلون صحتك؟ شلونك؟ شلونك عيني؟ زين ان شاء الله شكرا مرحبا حبيبي شلونك؟ استاذ شلون صحتك؟ لا ما شاء الله ما شاء الله بعدني شباب؟ بعدك شباب طيب بخير استاذ شلونك عيني؟ ان شاء الله شلونك استاذ صحتك؟ بخير ماكو والله استاذ احنا مو وقت ماكو غير المخرج احنا الاعمال دراما ما دراما هسه ما موجوده في التلفزيون اي والله دراما بننتظر من يصير التوزيع هذا تنزل علينا فنجي فتره ماكو فتره ماكو او حتى يسالونا بالشارع يسالونا يا بشو قضيتكم ماكو انتم لا هذا فنبرر نقطه تبريرات فانت حضرتك دزيت علي هسه ما اعرف على وين دزيت علي شنو حلو عندنا 30 نص ساعه يعني 15 ساعه تلفزيونيه مسلسل يتحدث عن الوضع بالبلد والمخرج نعطيك 30 حلقة شخصية المحامي المحامي 30 حلقة يعني المخرج من المخرج المخرج أستاذ حيدر أستاذ حيدر سلم عليك يمين هسه خبرني قبل شوية قال إجا أستاذ مناف أستاذ مناف لا عيني لا هاي الشخصية ما أستاذ مناف لا عيني لا دخلت هي لا عيني لا مو هاي لا أدري ما القهوة شغل إيه؟ لا يا بي. القهوة لا عيني لا أستاذ أنا عاجلة أستاذ هذا المحامي العقد مكتوب وجاز جابوا لي ليش ما قلت لي قبل يجي أستاذ مناف ها ليش ما قلت لي قبل يجي أستاذ مناف أنا شنو أقول لك على أي أساس أقول لك لا أستاذ عباس الله يخليك شعلي كنت دا أقول لك محضرين دني يا أستاذ شعلي كنت دا أقول لك والمحامي هذه الشركة المنفذة والمخرج وقال كاتب لي أنا المحامي عادي عادي حتى إذا ماكو ما لا مو مسألة ما في أستاذ جيت أشوفك أستاذ الله يسلمك على بيك أستاذ تعصب ولا كل شيء لا بس ليش يحرجني وياه أكو مخرج غير اكو مخرج سيد العمل هم مزعل ادوار لا إيه لا انت انت شنو موقفك انا واحد جناني انا المخرج وقلت له عليك يعني وقال لا لا, لا, لا بس اريد اسال سؤال إيه؟ انت ممثل او مخرج اي انا ممثل ممثل العمل ممثل بس انا ممثل الشخصيه الرئيسيه فشرطي على المخرج قلت له انا وزع الادوار الرئيسيه لست على اي على اساس يعني المخرج يعني يسوي تجربه جديده استاذ شوف مثل ليش تنجح الدراما العربيه والتركيه المخرج يعني هو الممثل الاول هو يختار الجروب اللي يرتاح له لا ماكو هي شوف المخرج مخرجي والمنتج ومدير الانتاج ومدير الفني ذولا يسوون جروب وهذا الجروب ظاهر صحيه اذا وجد الصح ايه؟ هو الوزعون انت ممثل ايه؟ انت ممثل انا سممثل صار لي كذا انا خريج صار كذا سنه فاجيه ثانيه راسنا اتمر باوامر المخرج ما اتمر باوامرك انت متفق ويا استاذ انا وقعت ويا عقيد لا لا يعني خلص هذا هم خليت هذا الشرط قلت له اسال عباس مو تدري انت لا ادري ادري بس ما تستهين بالرواد لا استاذ مناف رائد من رواد الفن العراقي العلاقه بالعكس هلا بي يعني عشان شلون انت عليه شنو حلقتين مال بس نعطي شخصيه حلوه بالمقهى روحيته طيبه بس تقبل تقبل بحلقتين اطلع من 30 حلقه تقبل لا استاذ 30 حلقه خطا يا استاذ عباس هو تشخيصه يعني هذا مو يمي بس انا حلقتين ابو مقهى وشخصيه حلوه لطيفه وهذا استاذ حيدر شايفه من اشتغل شخصية المحامي يمكن بشموع خضر الياس أيه اشتغل المحامي بمسلسل بشموع خضر الياس شافه
شافوا ونعجب بش كاركتر كاركتر محامي قديم كبير هذا النص فاهم القانون هذا النص المحامي شخصيه مركبه معقده تعبانه وشنو دقيقه صار صعب الموضوع صح يا دقيقه على كيف نعم خليك شنو صعبه يعني شخصيه مركبه ادوله مركبه هو شنو وين الممثل العرف بالشخصيات المركبه مو الشخصيات السطحيه هسه حوارنا هذا صار مركب تثرت انت لا ما لا. عادي عادي اخي عادي ما مثل عادي اي لا لا مو عادي حتى مو عاد بيها احد عادي. انت الحلقه ما اي ها 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 شوف يا استاذ ما عاد بيها احد مو بس هاي صار. هي صارت العلاقات مو بس هاي اي والله لازم تخجل مني من احكي لا بالعكس انا ما محتاج ولا محتاج انا عبالي عندي اشوفه نعطيك حلقه كثير عباس تلميذي نعطيك حلقه كثير مهمات عشان اسوي انا وياه استاذي استاذي استاذ يعني اذا الحلقه اكمل لك حلقه بعد تريد شنو تكمل حلقه بابا يمون شوية الحلقة كمل حلقة ما عندي مشكلة شنو تشمني بابا يعني احكي المؤلف يعطيك حلقة ترى عبر شنو الاسلوب هذا وياي ما اعرف انت استاذ ضجيت وهذا طبعا ضجة شنو تشمنك حلقة شنو دبي عرق يعني مو مسألة تشمنك الناس اسوي معاه بابا بدك حلقة كافي حد كيفك هذا دائما والله مثل العراق دائما يصير عصبي بنقول الحقيقة مو مثل العراق صعبة كارثة يا جعفر انا ما اسمح لك ما اسمح لك ما اسمح لك ما اسمح لك كنا راضي بشركتي 30 حلقة استاذ شخصية ما لك علاقة عيب هذا المخرج المخرج هو مخرج ومؤلف ثاني للناس وثاني تعال اقول لك شو فرقه بشايخ لا مو مسألة شايخ استاذ انت ليش تضوجون واحد يحكي لكم الحقيقه صعبه استاذ بابا مو اضوج مو اضوج ليش انا ممثل انا ممثل شنو جاك يعني شخصيات بسيطه يا خشيب شنو من قال لك هذا قال لك انا مثلا هذا بسيطه كوميديه بس كوميديه انت الكوميدي عندكم هالكوميديا الزائفه الكوميديا اللي ما تعتمد على الايقاع ولا تعتمد على التناقض باج ممثل العراق ما يصير هذا حكي ما يصير هذا الحكي مين حكي يا استاذ مناف استاذ على راسي انطيت حلقتين مين حكي بمشتاق انت حلقتين وكملت حلقه استاذ كملت حلقه بسم الله هذا المخرج وياك ما المخرج مخرج مخرج قول له شيء يريد بالله نعم استاذ نعم قول له جعفر يقول حلقتين استاذ هاي الاشكال مال الاشكالات المستمره مال جعفر النجار دي يصير براسنا جسمه عزت العلايدي شنو عزت العلايدي انا اختار الشخصيات انا اختار الشخصيات هذا الحكي يا استاذ مناف ايش بطل الاستاذ مناف انت؟ المحامي القهوجي المحامي خلاص القهوجي المحامي المحامي يقول شنو لا لا المحامي يقول المحامي تريدنا بدل المخرج؟ شنو بدل المخرج طبعا شنو؟ اخي انت انا شخصيه رئيسي استاذ انا البطل رئيسي انا البطل جهه الانتاج روح عمي روح عمي هاي كلاواتكم مخروها خليك يعني هذا دراما لاحظ دراما من هاي السوالف كوميديا خفيفه حلقتين شنو حلقتين؟ اكمل لك حلقتين بس خاطر عمرك تخلي اكمل لك حلقتين والله الخاطر اخر اخر اطلع شوف شوف استاذ هاي الناس ايش يشوفون هاي الناس ايش يشوفون العمر انا عمر تجي انت 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 سوي هالقضايا علي استاذ راح اعطيك شو اسمه راح اعطيك شخصيه حلوه كلها بس باب بس هيك بس هيك وين هو العقد وين إيه بس هيك ما اريد ولا عقد ولا كل شيء هذا العقد تاخذ ربع العقد استاذ مرات ما راح اكمل لا تدخل يا استاذ جمله على كيف هذا جمله فخر بس لا توقع والله ما يصير ما وقع والله لازم توقع لا تخلي لا تخلي على كثير استاذ لا تخلي اذا يصير مخه شاد لا تخلي استاذ انا اول مره ما كنت تصدق كذا طبعا يعني معقوله تستهين بي هالعمر تستهين بي ليش مستهين بي لا تستهين بي اكمل لك اثنين بعد كم مني اسوي لك سحبات بس لازم توقع تستحيل لازم توقع ما وقع وقع والله استاذ ما وقع لحظه استاذ لحظه استاذ لحظه لحظه خليني اقول لك على شغله استاذ اصلا استاذ شوي اصلا استاذ هاي كاميرا خفيه انت وقعت استاذ انت هذا برنامج اسمه توقيع مو توقيع استاذ استاذ حبيب قلبي كل عام وانت بخير استاذ رمضان كريم تعبك بدول قلبك علي احمد لا 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 وانت غير مشترك وياهم احنا يهمنا انه الناس تبتسم وتضحك جمهور قناه الطليعه ينتظروا منك كلمه في شهر رمضان يعني بصراحه هاي الكاميرا خفيه ذوبت افكارنا وسلوكياتنا تتغير باللحظه اللحظه بالدقيقه الواحده وعيد مبارك لشعبنا العراقي والحيث الشعب يقوم تلهف الجيش واتمنى ان العراق يكون بي الحياه السعيده والمستقره وتحياتي لكل المشاهدين بهذه الفضائيه فضائيه قناه الطليعه قناه الطليعه الفضائيه شرفتنا استاذ انت الشرف شرفتنا استاذ اشكرك بعد اي كاميرا خفيه ما ادري ما احبك نفسي تستاذيكم وتوقيع جديد منا لا تزعل فرحة وياك انت تكمل منا لا تزعل فرحة وياك انت تكمل
من بين التواقيع توقيعك الأجمل، من بين التواقيع توقيعك الأجمل.